انت لعيب في الاهلي وبتقول كده، وانا اعلامي ومن خلال مشاهداتنا ومتابعتنا الاهلي لازم عنده قرار. خد بالك انا عارف مسؤول كمان، وانا عارف ما هنتكلم في الجزئيه دي. فعارف ان الاهلي كان هياخد قرار في الموضوع ده، وعارف ان الاهلي كان هيعاقب حسين الشحات، بس اتمنى انه يعني حسين الموضوع ده ما يقفش قدامه كتير، وانه يبقى مركز اكتر كمان مع الكوره اكتر من اي حاجه تانية، مركزش مع الناس والضغوط ولا حاجات. بص ابراهيم، انا هقول لك على احساسي وانا اهو قاعد معاك بس مش معاهم هناك. حسين بعد ما دخل الاوضه زعلان؟ لا، هو دخل خلاص، انا اسف يا جماعه اللي حصل، انا متاكد، انا متاكد هيدخل جوه، انا عدك هيزعل شويه لكن هيدخل جوه، انا بعتذر. ايوه زعلان من نفسه، زعلان طبعا كده طبعا. يعني انا عارف هو الواحد بيبقى سخن والحماس وعايز اخد فرصتي وعايز اكمل. بالظبط، هو الموضوع يعني موضوع يعني ممكن يبقى خصم مادي، لكن حسين لعيب مهم ولعيب مؤثر في الفريق، والنادي الاهلي ما بياخد قرار، ما بياخدش قرار عشوائي، بيبقى قرار لصالح النادي وصالح اللاعب نفسه. فاعتقد ان هو ممكن الامور تبقى ماديه بس. هي ماديه فعلا. طبعا ماديه فعلا. طيب قبل ما نروح للفاصل، لو رجع بيك الزمن كنت ما دخلتش في النقاش الحد ده مع كابتن حسام البدري عشان تكمل في الاهلي، ولا هو كان الموضوع ده قادم لا محال؟ أنا يعني لو رجع بيا الزمن طبعا ما كنتش هعمله، لأن أنا كان في فعل وكان في رد فعل، وأنا في الأول وفي الآخر أنا يهمني الكيان، يهمني النادي، لأن يعني أنا كنت أبقى موجود في النادي، كابتن النادي وهكمل في النادي، ولكن هو نصيب في الأول وفي الآخر. ولكن يعني زعلي إن أنا سبت النادي الأهلي، على قد ما زعلي إن أنا كان في مشادة بيني وبين لسه حد النهارده زعلان من كابتن حسام البدري؟ خالص بالعكس. لما بتشوفه تحس إنه كان سبب في إنك على الأهلي ولا؟ بحس إن هو كان يعني كان سبب، ولكن العلاقة بيننا كويسة، اتقابلنا كتير جدا واتكلمنا كتير جدا، وفي الأول وفي الآخر بحترمه، ولكن ندمي أكتر إن أنا سبت النادي الأهلي. ندمي؟ طبعا. ما سبتش النادي الاهلي، الظروف خلتني الابعد عن النادي الاهلي، ولكن الحمد لله انا رجعت كبير ورجعت النادي الاهلي. عرض عليك الزمالك كتير، مرتين. مرتين؟ مرتين. كان سنه ايه وسنه ايه؟ مره كان كابتن حسن شحاته كان موجود، ومره كابتن حسام حسن. كنت ساعتها بلعب في النادي المصري، والاثنين من النادي المصري. طبعا انا لما جيت فكرت ان انا عشان كان عندي تحدي وعندي طموح ان انا عايز اعمل حاجه، ومش هقول لك اثبت للناس، لان انا اوريدي كنت واخد بطولات مع النادي الاهلي، فمش محتاج اثبت، انا عايز استمتع بقى. ايوه بس انتوا الفتره ديت في الاهلي انتوا جالكوا ناس ملاعب بلا ما مسكتش كوره ورجعت ومشت ببطولات. بالظبط. الفتره دي انت بص تهيألي انت يعني عندك ذكريات السنين كلها. طبعا انا قعدت 15 سنه. بص اتبسط ازاي؟ بص، شرف لاي حد انه يلبس تيشيرت النادي الاهلي. وخلي بالك مفيش لاعب جه النادي الاهلي مش هيبقى لعيب كويس. النادي الاهلي دايما بيختار كويس، ممكن تكون ظروف خلته ان هو ما ياخدش فرصه. ولكن النادي الاهلي بيعرف يختار كويس اللعيبه. ساعتها لما انا حتى كمان كنت موجود في النادي الاهلي كنت مسافر امريكا، وكنت خلاص هنقل الولاد ونهاجر امريكا ونلعب في ريد بول في نيويورك. لا حول ولا قوه الا بالله. ده حاجه تانية خالص بقى، ده موضوع تاني خالص. اول مره اعرف الموضوع ده. بعد النادي الاهلي على طول، قبل المصري. اصحاب اوانطه بقى جدع. اول مره اعرف الموضوع ده. تهاجر؟ قبل النادي المصري. كنت خلاص بخلص ورقي، وكان كابتن زكي عبد الفتاح كان بيخلص الامور، وبعد كده فوجئت كان محمد شوقي محترف في انجلترا. ايوه في نادي مش فاكر. ماشي، كان محترف في انجلترا. ميدلسبرا. ومتعب كان ساعتها موجود، قال لي مستر مستر كامل ابو علي عايزك. فانا مش فاهم عايزني في ايه، انا كنت عمري ما قابلت مستر كامل او ما اعرفش شكله. فالمهم شوقي كلمني من انجلترا قال لي بص بورسعيد كلها عايزك في مصر، جمهور وكده. فقلت له بجد؟ فرحت قعدت مع الراجل وانا قاعد معاه اقنعني خلاص انا في نادي المصري. ليه؟ انا نادي المصري اسم كبير. ايوه جمهور كبير جدا ومغري. مغري. وخلي بالك انا انت كمان لعبت في نادي جماهيري، فالموضوع بتاع انه يبقى عندك نادي جماهيري زائد بقى ان انت وانا في النادي الاهلي ضد النادي المصري كان الجمهور الحمد لله كان بيحبني جدا. مشجعني حتى في اسماعيليه كانوا بيشجعوني، حتى نادي الزمالك كانوا كلهم بنادي الاهلي الحمد لله، واسكندريه وكله كان بيشجعوني حتى وانا ما كنتش بلعب. فالقصه كلها لما جيت فكرت قلت النادي المصري، مع ان كان في ظروف صعبه قوي يا ابراهيم، ان انا يعني النادي المصري كان عنده 13 نقطه وعنده 4 لعيبه مصابين، والحارس الوحيد الموجود احمد شناوي صغير 17 سنه. فالدنيا بايظه، كل قال لي اوعى تروح، مدربين قالوا لي اوعى تروح، اللعيبه قالت لي احنا رجعنا ملايين عشان ما نروحش، ومدربين جامدين جدا كانوا ماسكين النادي المصري قالوا لي ما تروحش. قلت انا هروح.
شفت التحدي بتاع صلاح لما ما لعبش في تشيلسي وراح رايح وتحدى عشان يرجع تاني انجلترا عشان يقول للناس انا موجود. هو ده اللي حصل بالظبط، ان انا لا قلت للناس انا هروح نادي المصري. رحنا الحمد لله ربنا كرمني ولعبت، رحت منتخب مصر والدنيا كانت الحمد لله كويسه جدا. بعد كده جالي بقى لعبت ضد نادي الزمالك كتير ونادي الاهلي، فساعتها كابتن حسن شحاته طلبني، قعدت مع كابتن اسماعيل يوسف كنا قاعدين مع بعض كده، قال انا عايز اقعد معاك، قلت له ماشي. وبعد كده رحت عند مستر عبد الله جورج، كان دكتور عبد الله جورج برده كان طالبين، هو كان في مبلغ مغري جدا جدا، بس انا طبعا نادي الزمالك نادي كبير واي حد يتمنى يلعب في نادي الزمالك، لكن انا من جوايا انا اهلاوي جدا وبحب النادي الاهلي جدا. ف ما فكرتش ان انا عشان مشيت من النادي الاهلي فهتحدى النادي الاهلي ان انا اروح نادي الزمالك، لا خالص. نادي الزمالك نادي كبير واسم كبير واي حد يتمنى يلعب فيه، وكان فيه فلوس. في مسيرتك بس الاحترافيه بالظبط، ونادي الزمالك عرض عليا فلوس كتير والشيء كان موجود، بس انا قلت لهم انا يعني هفكر وهقول لكم ايه الوضع، وما حصلش نصيب في الموضوع ده. جه كابتن حسام حسن كان ماسك بعد كابتن حسن شحاته، طلبني برضه بعد ماتش المصري اللي هو محمد ابراهيم جاب فيه الجول ده. فكرت وعملت ايه وما كملتش يعني؟ قلت لهم مش هقدر ولا حصل؟ قلت لهم على كمل في النادي المصري. ماشي. كان كابتن طلعت يوسف كان ساعتها ماسك وقال لي امير انا مش عايزك تمشي انا محتاجك. كنت في المنتخب ساعتها، فكملت في النادي المصري لحد ما حصلت الثوره. بعد كده رجعنا تاني بعد كده حصل احداث بورسعيد، فقررت ان انا ما اروحش. وبعدين لعبت بقى في سموحه ودجله والانتاج والداخليه، وكان هدفي ان انا ارجع النادي الاهلي. والحمد لله حتى المسؤولين في النادي الاهلي لما جم اختاروا امير قال ما فكروش، قالوا امير طبعا يبقى موجود جوه النادي، احنا بنعمل كوادر كتير في النادي صغيرين. كان ساعتها فضل مسك مدير تعاقدات، وحسام غالي مسك في التسويق، ودلوقتي وامير توفيق في دلوقتي في التسويق في التعاقدات، وكابتن خالد بيبو مسك كواحد مدير اكاديميات، وانا رحت ماسك قال انا عايزك. وبالنسبه كابتن خالد بيبو كمان هنتكلم بقى على خالد بيبو، نتكلم على الاكاديميه والحاجات ديت احنا بس ده الجزء الثاني، نتكلم بقى على الاكاديميه. انا معاك النهارده، انت وراك حاجه صباعي. يلا هنروح لفصل وبعد الفصل لسه متواصلين مع حضرتك.